عنوان مختلف آخر، عودة طوابير القمح أمام الشوام بسبب تعقيد الإجراءات. وزارة التموين تتوقع تسلم 4 ملايين طن والزراعة تعليمات بتسهيل العملية. كنا قبل كده كنا من المكان، الموضوع ما كانش هزار بقدر ما هو وعد، إنه يعني الواحد يجازي نفسه إنه أو يفكرنا أو يفكر نفسه كده بإن في حاجة تمت في هذا الإطار، لما قال لك إنه ما فيش شؤون ترابية هتستلم قمح. يومها ده الكلام ده من حوالي شهر ويوم باين أو شهر ويومين، هبقى أحلق شعري خالص 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 يعني بيسموها زلبطة كده لو اتلغت الشؤون الترابية. أنا مش معترض على أو مش بأجج مشكلة مع الدولة، بس احنا في مشكلة. يعني هقول للدكتور عالم صلحي نفسي احلق شعري، والله نفسي احلق شعري مرة زلبطة كده، من ايام الجيش ما حلقتش شعري زلبطة، الواحد اتعور حتى من اسبوعين ما رضيتش احلق شعري، شعري ده غالي عليا قوي. والله فعايز احلق شعري كده خالص، اخش على حضراتكم كده وانا من غير شعر كده كده، اديني الامنية دي يا دكتور علي او يا دكتور شريف، ما هو شريف اسمه، ادوني الامنيه دي ان اخش كده من غير شعر خالص، ادوني الامنيه دي انه الناس ما يبقاش في شؤون ترابيه. يعني احساسك كده ان الفلاحين شويه مخنوقين عايزين يتنفسوا، احنا بنهدي الدنيا هاديه واحنا بنهديها قدر الامكان، لكن الناس معلش معبيه عايز حد يسمعها، وانا ما اقدرش كل حاجه اقول رئيس الجمهوريه، ما اقدرش. ده انت حضرتك كلت رز مع